صباح السعادة والبهجة والرضا على كل مشاهدينا ومشاهدي شاشة قناة مدرستنا ثلاثة حلقة جديدة النهاردة من طابور الصباح بنقدمها لكم إن شاء الله تكون حلقة مميزة وكالعادة محضرين لحضراتكم مجموعة من الفقرات المتنوعة نتمنى أنها تعجبكم وتقدروا كمان أنكم تحققوا منها أكبر قدر من الاستفادة لكن قبل ما نروح معاكم لأخبارنا وفقراتنا النهاردة خلونا صباح العمر صباح الورد يا عمر صباح فاطمة إيه الأخبار؟ زعلان منك ليه بس؟ عشان متخضان. <applause> كنا لسه بنتكلم قبل الحلقه على فكره ان هم مضطهديني يعني فريق العمل كله ما شاء الله فعامله بيرد لي في الحلقه <applause> صباح الفل والخير والجمال عليكم جميعا كل متابعي شاشه مدرستنا ثلاثه وبرنامج طابور الصباح يا رب يوم جديد يكون سعيد عليكم ويا رب يوفق كل اخواتنا في امتحانات الثانويه العامه امبارح فاطمه كان امتحان اللغه العربيه يعني بنسبه كبيره ردود الافعال ان هو كان في مستوى الطالب المتوسط اكيد يعني كان في البعض اللي هو ما عجبوش بعض الحاجات او حس ان ممكن تكون صعبه عليه بس احنا دايما بنحب نقول في النقطه دي تحديدا خلاص ممكن تكون حاجه فتتك ما كنتش كويس او حاجه انت ما كنتش عامل حسابك عليها او حاجه نسيتها اللي حصل حصل بقى في اللي جاي بالظبط كده واهم حاجه ان اغلب ردود الفعل الحقيقي كانت ايجابيه وزي ما انت قلت يعني خلينا بقى نفكر في اللي جاي ونذاكر كويس للماده اللي جايه علشان كده نخرج برده من الامتحانات كده زي امبارح مبسوطين وسعداء ان الامتحان عدى على خير وان شاء الله نجيب كل الدرجات اللي بنتمناها يا رب خلينا يا رب بقى كيفية.